السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دباد أخيارت مقال كان عسوة مانتا هل كان وحن قسمين دونا مانتا ويبسايت فري أه أسمي سنكرتيت دومين فري إي هوستين فري لبادبا هوستين إي دومين حالك لبها دي آن حوغا افتيميو دادك آن فان سنين دومين ومقع ويبسايت كاغواي ويبسايت كمقع عيسى وحي لغسو قلع دادك إي كسو رادين لهايين وحالة لها سيدي يوتيوب مركا رادين يسوحا قريسا youtube.com جوجل مركا جليس دوحا قرطا google.com amazon.com ساسوا كلاواي و ويبسايت جيدو قفل ويبسايت كو سميسانايو مقع ويبسايت كو قلايو ايا وحالة لها domain name hosting كان وحاواي ادى هينيسا داتا دي او ويبسايت كاس اغشان لهت انترنت كو كل حين كارتا مرول بو لوب بحد ادون كميول بو قفك اوجو او كسوا قلانا وبندقي كارتا وحالة لها hosting تسال أهم مركز يوتيوب أو حسوا جلسيت واحد يوتيوب أجلسي وحقوه هاي شركة يوتيوب يعني أيها أكون كودا قشطي هدي فيسبوك حسوا جلسيت من فيسبوك أكو هاي ويب سايت كنا سيدا وكله وعد كوه هاي سواء له المر هوستينج ويب سايت دي الشركة ده بدنا عجرة أو أكل دورن كرتيد ميت رخيص أي ميت قالي أي ميت فري مركز كوه فري هنا وحياه أو أي سن فائدة كله هنا عجرة كوه العقد بحين يصيرنا وفهم كرتاه واحد العقد بحسي واحد العقد الآن ووسي سكو قيمة إنسان أهين marka hosting waa daatadii internet ka gashatay cidii ku hayn lahayd dadka markay soo booqdaan website kaagana u bandhigi lahayd ayaa waxa la dhaha hosting marka hadba hosting kaaga intuu fiican yahay cidii shirkada u dhiibtay sida uu kala qaalisan yihiin oo kala qiimo badan yihiin waa arki doonaa marka hore website kan free ga sameeyayna hadii mar free a semester oo guuri kartaa website kale oo yahay lacag ah domain ka free ku qaadatay waa bedeli kartaa domain kale lacag ah ku iibsatay oo bedeli kartaa marka inta soo dhana wasal arki doona hada ugu horeen website ka free ga sida loo sameeyo aan u fududeynay inuu muqaalkan soo koobeyna idin tusaaya website ji badan laga sameeysta marka website free semesterabtid waxa ugu fiican qoladan la dhaho pro free host halkan marka google imaatid waxa ku qortaa pro free host caadi u qor waa shirkad website yada hosting gareysa domain free na ku siinaysa sidoo kale waxa kala jirto شركة كلاولا لها أيضاً infinityfree.net يحالة لها infinityfree.net قاب كاسي أقرانت هاي لو هذا بكاء دون توكاس ميسن كرتها لكن يعني أهان ميت كان برو فري هوست حد أن دورنا هيا لكن في أنا هديل لها ميت كان infinityfree في عن لكن أيها ويسود داها يعني أنا هدو مادام تجاوة أردنا كوسا مينو ساعدك الدبا لغيابة إن أمالاتي أفر ساعة مرق خار لغيابة إن إيميل كأكوسا ميست إن confirmation كوسو ديران يعني انتاس انا سوي كرت لكن كان اسلامركي هدا اجليست يعني شن دقيقه لغاو اني كبدن اسن قادن و هورا كسميسن ويب سايت كين مركه ميد كان كسمينا انا profreehost.com سوغل هلكا مركه كو دفتيت وحي كليهين اكون سميسو با اركتا ميشان 0 دولار كو قرن وحواي وح لعق لغا روملا فور لايف نولشادو دن يعني واستعمالي كرتا اي كليهين حياو بدن وفائدوينك اوليهي شركتان يعني اي كوسينيس هلكان اخرين كرتا ان او انليميتد ديسك سبيس استعمالك انت هدب انت وسوير اما موقال وحد دونتا داجلسيد وحكا بوحسما ايمان انليميتد ديسك سبيس واي اي سيدو كلا بقولكي بقول فري واي اي ليهين بقولكي ساش اسغال اب تايم واي او وقت والبول سو قال والي هيلي كرا او ساعد او هود كا مقنانا اي ملاي كليهين اي وحي ابو كلا تو بدن ويب سايت بيلدر اي ليهين ويب سايت كو دسايو يو كنترول بانل او سي ايزي استعمالي كرتيد هلكان marka ciwaanka ka sameysanaysid waa ciwaan meesha ka maamulay lehed website kaaga waay waa control panel ki hadii website iska deleedaysid iyo hadii maxaan ku dhahay domain kala iibsanaysid hadii hosting kala iibsanaysid waa meeshii aad ka controli lehed waay halkan marka ciwaanka sameeyso account ka sameysan registerna waa leenahay kadib wuxuu ku leeyahay geli email aan tijaab ahaan u isticmaalna gelin doona tijaabo 969@gmail.com باسورد عصب اسمي سكولية باسورد هل كان أقلني سماهن باسورد إيميل كايج ماهن وباسورد هل كان أقصو جريدونت أكون كان بروفري هوست باسورد أقصو جري لهاد وياه كان هذا الجارب ماهن باسورد إيميل كايج مركو أنا فهمتت باسورد اسمي سني أنا كده على مدى الصحة كله فوق كدب confirmation أي كليه ماشان activation email وأنا social message email كايج فريم كوس ودرايان وأنا email كمرك أتقنا email كين واكن يعني هل كان واك إسلامرك وينوس ودر هذه هل ك infinite free أي ساعدة كدب أما معلوم كدب أنا كوس ودران لقي ياو activate account على هنا هاي مرك واسو active جريني مرك أساسو activate جريسيد كدب هل كان إمانة إسلامش يكوس وعلينا يا
كدب create new account على هذا المرك. هالكان والمرك ماش ويبسات أكسب من السنة سوى هالكان. حأركت هدي دومين فري أربتت يعني قصب وحبار راعي وح أي يعني أوطى الجلان أو نكس أما زيرو أما لايف بلوك حياة واسوة كلا راعي إيوان توس hevelhevel.com كلية توس مكوسين كران سوبت وحبا فري وايد هدي أديك آل هاد دومين هرأة يبسطي أجري لكن هوستين أذن هيسنين وكو هوستين غريسن كرتا كاستم دومين ماشان يكو قرانتا كلفو كدي من الدومين كاغو هرأة أول هادا ماشان جلينيسا سيد الدومين هرأة أول هاد لوغو سوحيران مقالكا لان كسو سمين دون لكن هادا ميتك فري غان ربنا إنا سمينو هل كان مركا إمادو يعني يوحان بحسني إنا تسال أهان تجابو وكاليس كده وحا راعي لكن هل كان علامة داسان راعسين هنا كان هراء لوقات وكلية هاي يدي دومين هراء لوقات المسلمين كرتيت مركا تجابو وحاس كليانا هاي وان أوكالي كاركتا هادو أفيليبل بالهي لكرا تجابو وان دوت اونكس دوت كوم ألو سو قلع يا مركا هدي اونكس تاس إني كاهر تقارب تدو هنا العقد حسيت واي ما دام فري او يعني اعرف ان تجاوب اما واحد برش انا استعمال دوت انا محكو فانسينو نوع اساس كقانون تجاوب 1 يعني onyx.com ان قادنا هنا كدي بحالنا هي اوكي هلكاس كله فوق كدي بعبار وانا سكتت الى اي شن دقيقه او كليتها لغا ان قادته ان او كنترول بانل كا اوكي او نقضه ايوان كان مرك جيميل كان اكو سميستاي و هو اوغلي هي الى ايو صدح ويب سايت انا كسميت هلكان ساركت انت ال انت ابتدا سميت سكرت هذا دور جيميل اكسو غشيت جيميل كي بسدح يعني ويب سايت لغاس يعني وافهمي كرتا اديو كو خيرنت انت كو بربرن كرتي دو كو بربرنيس هلكان وحي كو فيعنت هي ما دام انا واخ لعق بخينين كو تجابي وحول بسمي او ويب سايت كدس وحي كا هلا مره لبات دنا جيميل كلا كسو غل اما صدح ويب سايت لوغو سيي كو بربرو كدي من هدو وحا واي ويب سايت عصب او فيعن او قروح بدنا دسن كرتا marka refresh hada hada laga yaabo inuu okay yahay masii suugaysid refresh aad leedahay waxa laga yaabo halkan markii cagaar soo noqoto oo okay noqdo waa gudagali kartaa marka waa okay hada waa aragtaa calaamadaas saxda lagu saaray waa sameysan kartaa ba hada waa okay marka wali waad barees kuma soo dejinin hada hadii aad gashid ma gali kartid yani domain ahaan ma u gali kartid website ka wali diyaar ma ahan laakiin domain oo ipsetay oo kale kaaga dhigma marka waa inaan wad bares ku soo dhaxdejino meeshaan manage ku qorantahay tag control panel ka meesha kama mulays waa halkan calaamadan control panel garan garta ku dhufaneysa kidib control panel ka toos ku keenid ona halkan waxba ka walwalin meeshaan information kan secure ma ku leh send anyway leedahay kidib control panel ka geyn doona meesha ka soo degsaneysid wad bares ka halkan ay approve leedahay control panel ka marko sidaan ku keeno hoos soo soco waxa iimaaneysa halkan ay ku qoran tahay software close app installer halkan ku dhufo waa meesha website-yada yani wordpress ka iyo wix iyo waxyaabaha kale website-yada laga sameeyo laga soo degsado yani wordpress arabna hadaniga ee kuwan kale dhan uma baahnin wordpress waxa leenahay install marka dhahdid waxa waa meeshaan waa ina account-kaaga ama ciwaankaaga waa ina halkan ka buuxisid password iyo username fiican waa ina usameystid يوسرنام أدمن أسكالينا هاي لكن أدي أدمن هكا ديجين أدمن دتكو أنا هكا ديجوا لفهمي كرا وأنا لاجيب سكرا لكن وحكا لتو أدك أسميسو أنا هاد أدمن علينا هاي ماشان باسور كان وحكا ديجينا باسور هي رأسك فضوط وحيابا كالنا نقذالا كبوحين كرتا مرك المهم حواي إيميل كأكو قليسيت يعني admin ina mesha username aku qorotid iyo password kaas ugu muhiimsan hada admin aadan ku qoranta yani email ka ku soo gali kartaa wax yani muhiim ma laakiin admin marka dashboard ka wordpress ka laga soo galaayo waa ina waxa ku soo gashid aad sameysid mar walba username ka dad mar sameysid lama bedeli karo laakiin waxyaabaha kale aad bedeli kartaa meshaan oo kale to side name oo kale to waxa iska dhigi karnaa tijaabo halkan description ka yani website ka muxuu ku saabsan yahay waxa iska dhigi karnaa wax barasho waxaan gadaalba ka bedel kartaa laakiin username ka kaliya aadan bedeli karin halkan marka imaatid waxa leenahay marka install wordpress soo dejinayna halkan wordpress uu ku dejin doona mar hadduu wordpress soo dejiyo waxa waa website kaaga saas u hawada ugu jira waa gali kartaa marka halkan hadii hadda aku dhufto
website keen inoo live yahay in kala tan fiirineena wali live musan soo noqonin laakiin hadii daqiiqada kadib 5 daqiiqo meelaha soo qaata ila 15 daqiiqo waa inaad sugtid ila iyo live oo ka soo noqonayo hadii browser markaas ku furan oo ku soo saari waayo browser kale taa ka soo kicin karta browser waxa aad ka soo kicineena maxaan ku dhaama aan ka galeena waxa leenahay marka tijaabo sidoo kale wana soo qabtay okay hadaan baho halkan waxa aragtaa waa kan website keen waa live hada yani tan ka saa hada noo dhigsan hello world ha u jeeda tijaabo meeshaas noo qoran tahay sample bit soo kaasi hadii arabni marka inaan soo galno qaybta laga maamulo waxa leedahay slash marka qortid yani tijaabo ama domain name ka marka qortid slash waxa raacinaysa wb-admin kadib raaci dibna enter dhac kadib halkan wordpress ka meesha laga soo galo ku keeni doonaa admin aan leenahay ama emailkii aan ku soo sameyn labadaba ku geli karnaa admin hoosna password kii aan soo sameysanay aan gelinayna login dhe halkan waxaan aragnaa in yacni website-keen wordpress uu diyaar yahay waa isticmaali kartid wax walba aad ku soo dejin kartid oo live uu yahay oo halkan waa shaashada gadaal dambe ee dashboard loo yaqaano oo laga isticmaalo haddii aad wax soo gelinaysid hadaa wax ka daleedaysid blog aad ku soo qoraysid wax walba meesha laga maamulo waa halkan talaabooyinka ugu horreeya ma aad qaadaysid waxaa ka mid ah halkan setting inaad tagtid kadib general tag waxaa soo saxaysaa meeshaan usernamekaaga iyo waxyaabaha kale qaabka yacni meesha ay wax kuu saxan yihiin halkaana ka fiirinaysa waa kana titlekaaga waa kaasa waa tijaabo taglinekaaga waa waxbarasho waxa aad ku soo gelaysid domain namekaaga ama urlkaagana waa kaasa waa tijaabo 1.onyx.com adresskaaga waa isla meeshii marka halkaana ugu gudbeena timeka iyo waxyaabaha in waddankaa joogtay ku xiran tahay saacadiis inaad saxatid taariikhda qaabka usoo bandhiga inaad saxadid saasoo kale marka okay soo dhahdid kadibna safe change aad leedahay wixii aad ka soo bedeshid waxaa kale taa sameynaysaa meeshaan bermalink meeshaan ay ku qoran tahay hoose imow bermalinkigaaga waa inaad ka dhigtid post name halkan waa inaad dooratid qofka markii oo posti uu ku dhufto postigaas magaciisu arkayaa intii nambara iyo waxyaaba uusan fahmin uu arki lahaa yacni haddii tusaale ahaan hilhil.com/wixii oo markaas qofka u tilmaantay haddii uu yahay course haddii uu yahay alaab product la iibinayo wixii magaciisa caadi u raaci doon postigaas namekiisa aad toos u raaci doon halkii nambara iyo waxyaaba kale ay raaci lahaayeen intaa la doortaa isagana waxaan leenahay safe sidoo kale waxaa muhiim ah dashboardka markaad tagtid inaad samaysid waxyaabahan kugu jira dhan oo meeshaan kaaga soo muuqana inaad tigti ka qaadid si meel nadiif oo lagu shaqeyn karo ay usoo muuqato saasaa leedahay hadda waxaa aragtaa websaitekaaga halkan inuu nadiif ka yahay faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah markaa website free aad samaynaysid qaabkaa rabtid aa u dhigi kartaa haddaa rabto canceli kartaa waa iska daleedi kartaa wax kale waa kusoo dari kartaa sidaa doontaa ugu ciyaari kartaa marko kuu fiicnaadana hawada waa soo gashan kartaa markaas inaad domain fiican iibsatid iyo hosting fiican labadaba kadib yacni wixii aad kusoo barbartay isagoo qurux badan dadka usoo gudbinaysa laakiin inta halkan ka horeysa friigan waxaa u isticmaali kartaa qaab waxbarasho waxyaabaha uusan ku fiicnayn waxaa ka mid ah waxba laguma iibin karo google adsense kuma xiran kartid haddii aad blogger tahay yacni waxyaabo badan oo dhanka ganacsiga inaad lacag ka samaysid suurtagal ma aha laakiin qaab waxbarasho iyo tijaabo waxyaabahaas waa lagu samayn karaa haddii aan sharxaad yar idinka siiyo website markuu saan kuugu muuqdo waxyaabaha halkan kuu yaalo oo aad isticmaali doontid iyo waxyaabaha aad kusoo kordhin kartid ba halkan haddii aan faali yar kaa siiyo meeshaan ugu horeysa posts waa boostiyada aad soo gelisid blogger markaa tahay oo kale ama qoraal aad websaitekaaga kusoo daabacdid ama warar hadduu yahay ama ciyaaro media waa sawirada iyo waxyaabaha aad soo gashtid iyo fiidiyooyada iyo waxyaabahaas halkaana ka arki doontaa bages baa bejeska uu ka kooban yahay websaitka sida home iyo kale iyo register iyo meelaha yacni waxyaabaha my account oo kale iyo asigana waa arki doonaa comments dadka commentiga ka dhibta meeshaa ka arkaysid waa halkan halkan waa appearance waa themka waa themka meeshaa ka bedelaysid ama themka markaas kugu jirsaa u aragtid blaginiska waxaa waaye waa waxyaabaha isku haya websaitka oo dhan marka themka laga reebo haddii websaitekaaga yahay website waxbarasho inoo arday soo booqdo oo isregister gareeyo waxyaabaha sahlaya waa blaginiska qaybta lacag bixinta haddii aad ganacsi tahay e-commerce hadduu yahay websaitekaaga inuu qof yacni wax online kaaga iibsado ama dibadda ha joogo ama dalka ha joogo
waxyaabaha sahlaayo waa blackness product ina soo gelisid alaab waxyaabo kala duwan blackness sahlaa blackness aan waxba ma sameyn kartid waxyaabo badan aan jiro in oo email marketing aan sameysid blackness aan macquul ma ahan qayb qayb aan arki doonaa toolsna waxyaabaha yaani halkan website ka uu ku saabsan yahay waa setting meesha hadda aan soo tilmaanay waaye marka halkaas oo kusoo koobaya waxa rajaynayaa in wax ka faa'iideey muqaalkan la sii wadaag asxaabtaada hadii aadan wali nagu soo biirin nagu soo dir oo subscribe dhe kanaalkeena YouTube hadii aad ka daawanaysid Facebookna sidoo kale follow dhe page keena halkaas oo kusoo koobaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.